لاننا لازم نروحوا بعيد، اننا لازم تكون علاقه بين السي تي سي ورخصه البناء. تكلمنا عليها بيسكو ربما تحتاج الى تعليمه باش كل هالمشاريع تفوت في ليطا ديسكيس كما قلتي مدام الشكروك. لما تكون التشاور في البدايه ما نلقش نعاود نضيعوا الوقت وندور دراسات ومن بعد حتى انتم تكملوا الدراسات ومن بعد في رخصه البناء ما عندوش الحق كما هذا المشروع يروح ال بلس 18 قال روح ال بلس 12 لازم يعاود كاع الدراسه. وراكم تعرفوا لي ديمونسيونمون تاع الدراسه تاع ال بلس 18 ماشي كيما ال بلس 12 ماشي كيما ال بلس 4. دونك ما نضيعوش الوقت للمهندسين ولا حتى المرقي يضيع الوقت تاعو يعاود يرجع من جديد. ان شاء الله كذلك هنا لازم نروحوا بعيد كيفاش تكون ليتيو تاع ليسكيس اللي تكون عندها علاقه مع رخصه البناء باش يكون هاد التريونغولار لما يدير رخصه البناء تاعو نكونوا مهنيين من كوتي جيني سيفيل ونكونوا مهنيين من البروسبي ولي راكل دوربانيزم. ناكد على نقطه هامه هو السيتوايا اللي عنده اولا الدور لما فتحتوا له ركن تاع ريكلاماسيون لما حتى هو يشوف واحد يبني بدون احترام القوانين لما تفتحتوا الركن نعطوه هذا الامكانيه حتى هو يشارك في الرقابه. وانتم كذلك يكون عندكم لما تجوكم المعلومات خاصه بعدم احترام للمواطنين هنا بور اجير فيت. ان شاء الله تكون عندنا بين انتم وان شاء الله نطوروا ثاني لابليكاسيون مع لا ديريكسيون جينيرال دو لوربانيزم باش مفتش تعمير يخرج مباشره لما يكون فيه خلل في التطبيق. كذلك بالنسبه للمواطنين ما يعرفوش شي كوا سي تي سي، قليل اللي يعرف سي تي سي يعرف هذا الا الاخصائيين. خصكم تزيدوا تروحوا بعيد هنا مع المدير العام انك تروحوا في الكونسلتينغ. انا مواطن ما نعرفش كيفاش البنايه تاعي، ما نعرفش سي كوا لو تاع الانجينيور كيفاش ندير هذاك. لازمنا كذلك تزيدوا تطوروا في العمليه تاعكم.